الاسبوع الثالث في الحمل. الاسبوع ده ان شاء الله هيبدا فيه الحمل فعليا. كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات لو انتوا شفتوا الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات عن ازاي بيبدا الحمل، وخدنا الكلام واتكلمنا شويه عن اللي بيحصل الاسبوع ده. تعالوا نستعيد كده ذكرياتنا ونشوف قلنا ايه الاسبوع اللي فات. القفزه الواحده بينتج ملايين الحيوانات المنويه، بعد حوالي 10 ساعات هيصل 400 حيوان منوي للبويضه. حيوان منوي واحد بس هو اللي هيقدر يخترق الغشاء الخارجي للبويضه. عايزك هنا كل ما تقاسي او تحسي ان انت فاشله تفتكر الموضوع ده، ان انت الحيوان المنوي الوحيد اللي تفوق على ملايين الحيوانات المنويه وقدر يوصل للبويضه. بيحصل اندماج بين المواد الوراثيه اللي موجوده في البويضه والمواد الوراثيه اللي موجوده في الحيوان المنوي عشان تتكون مواد وراثيه جديده خاصه بالجنين. لو جينا نتكلم على الجزء الخاص بيك هنلاقي ان الرحم بتاع حضرتك البطانه بتاعته بتبدا تصل لسمك معين عشان خاطر يبقى مناسب لما يجي يحصل انغراس فيه، ودي المرحله الثالثه الانغراس. هنا في نسبه من السيدات ممكن ينزل منهم نقط دم بسيطه بنسميها الامبلانتيشن بليدنج او دم الانغراس. فلو حصل ونزل عليكي اي دم في اي وقت من الحمل لازم نبلغ الدكتور عشان يتاكد انه من الدم الطيب زي الدم بتاع الانغراس كده، مش الدم الشرير بتاع الاجهاض المنذر والحمل خارج الرحم وغيره. ممكن برضو يحصل مغصه بسيطه، ولو هي مش بسيطه زياده شويه او متكرره او لقيناها بتزيد او مستمره معانا لازم نبلغ الدكتور بيها. البيبي في الاسبوع ده بيبقى عباره عن كره صغيره من الخلايا بنسميها بلاستوسيست. مئات الخلايا اللي بتفضل تنقسم لحد ما توصل عشان تنغرس في بطانه الرحم. والخلايا دي مش بس الجنين بتاعك، منها اللي هيبقى الجنين بتاعك ومنها اللي هيبقى المشيمه. في الاسابيع اللي جايه هنتعرف اكتر على المشيمه وهنعرف ان هي دي اللي بتنقل الغذاء والاكسجين منك عشان خاطر توصله للبيبي بتاعك، وبتاخد المخلفات من البيبي بتاعك علشان توديه لك. الخلايا اللي بعد كده هتحول للمشيمه بتطلع هرمون اسمه ال HCG. هرمون يعني ايه هرمونات اصلا؟ الهرمونات دي زي المراسيل في الجسم، الحمام الزاجل اللي بينقل الاوامر من بعض الاعضاء لاعضاء ثانيه، زي ما نقول كده دي الوسيله اللي الاعضاء بتكلم بيها بعضها. الهرمون ده بجانب وظيفته ان هو بيخلي اختبار الحمل ايجابي الى انه بيعمل وظيفه مهمه جدا، الا وهي ان هو بيقول للمبايض اوعي تطلعي بويضه ثاني، اياكي والتبويض واستمري في انتاج البروجستيرون او البروجستيرون ايا كان انتوا بتنطقوه ازاي. كمان البروجستيرون ده بيحافظ على بطانه الرحم وبيمنع الدوره الشهريه ان هي تحصل. احنا عارفين ان الدوره الشهريه هي انهيار لبطانه الرحم، بطانه الرحم هي اللي دلوقتي منغرز فيها الجنين. بيبدا بعد كده السائل الامنيوسي يتجمع جوه الكيس الامنيوسي، والسائل الامنيوسي اللي حواليه الكيس ده هيبقى بمثابه جراب الامان لطفلك في الايام الجايه، وهو عباره عن الميه اللي بتنزل ساعه الولاده. فقره الصور بقى دي صوره بطنك، ده الرحم بتاعك تحديدا، والسهم ده بيشاور على الجنين. شايفه صغنن قد ايه؟ نقرب الصوره اكتر واكتر واكتر عشان نشوف البيبي بتاعك. سكرين شوت يلا. الفقره الثانيه فقره الام. مبدئيا كده احنا في الاسبوع الثالث، يعني لسه الدوره ما غابتش، ومعظم السيدات مش هتحس باي اعراض قبل غياب الدوره الشهريه، واحنا عارفين ان الدوره الشهريه غالبا بتبقى كل شهر، فمش هتحس بحاجه دلوقتي. بس برضو في ناس بتشتكي من الاسبوع ده من شويه اعراض زي انتفاخ بسيط، ده لان هرمون البروجستيرون من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو بيرخي شويه العضلات. ممكن يحصل احساس مش مريح في الجهاز الهضمي، او ممكن تحسي بانتفاخ بسيط. كمان مع البطء ده ممكن يحصل رقم 2 امساك. في دراسات معينه بتتكلم ان تقريبا نص الحوامل هيشتكوا من الامساك في وقت معين من الحمل ايا كان الوقت ده امتى. بس علشان تكوني لبلوبه وتتجنبي المشاكل دي، اربع نصايح تحطيهم حلقه في ودانك. النصيحه الاولى اتمشي على قد ما تقدري، النصيحه الثانيه لازم تاكلي خضروات وفاكهه كتير جدا، الثالثه ان انت تشربي ميه بقدر كويس. انا عارف ان الميه ممكن تخليكي ترجعي، فاشربي بنظام تاتا تاتا يعني كل شويه بق. المهم نخلص التارجت بتاعنا كل يوم ازازه ميه محترمه. النقطه الرابعه والاخيره هو ان انت لما تخشي الحمام تحطي كرسي تحت رجليكي عشان يرفع رجليكي شويه، وده هيبقى وضع احسن شويه اثناء البيبي اعزكم الله. ثلاثه ممكن تحسي بمغصه بسيطه واتكلمنا عليها من شويه. النقطه الرابعه نقط الدم البسيطه اللي اتكلمنا عليها من شويه اللي قلنا عليها اسمها الامبلانتيشن بليدنج، ده بيحصل لواحده من كل اربع او خمس حوامل في الفتره دي، وده بيبقى ناتج على ان البويضه المخصبه انغرزت في بطانه الرحم عشان كده بنسميه دم الغرس او الامبلانتيشن بليدنج. بس هنا في نقطة مهمة جدا، لو انت عندك المغصة البسيطة بالاضافة للألم او النزيف البسيط ده او ايا من العرضين، فلازم تتصلي بالدكتور فورا، لاننا بنخاف من الحمل خارج الرحم، لان الحمل خارج الرحم ممكن يسبب وفاة، فالموضوع مش هزار، لازم ندي لكل حاجة حقها. بس لو الدكتور طمنك اطمني. النقطة الخامسة، في عين العدو ممكن يحصل ألم بسيط في الثدي، وده نتيجة للتغيرات الهرمونية اللي بتحصل للثدي عشان خاطر تأهله للرضاعة الطبيعية. ان شاء الله بعد الولادة
الولادة. كمان ممكن تلاحظي ان الحلمات او الهالات بتاعت الثدي بقت اغمق شوية. النقطة السادسة ان انت ممكن تحسي ان حاسة الشم بتاعتك بقت اقوى شوية او اضعف شوية، بقت تشمي حاجات غير اللي الناس بتشمها، الروائح اللي كنت بتشميها بطريقة بقت تشميها بطريقة تانية، حاجات بتحبيها بتكرهيها، روائح بتكرهيها بقت تحبيها، حاجات غريبة جدا. فقرة الواجب بقى، في 10 حاجات محتاجينهم يحصلوا الاسبوع ده. رقم واحد، خلي بالك من وزنك، لان معظم الستات في الوقت ده بيتقال لها انت بتاكلي لنفرين، فانا عايز اكد ان انت فعلا بتاكلي لنفرين، بس مش كميه اكل النفرين، قيم غذائيه تكفي الاثنين، فما تاكليش اكل ملوش لازمه. انا عايزك تاكلي بروتينات، سلطات، فاكهه، تاكلي كربوهيدرات مفيده من حبوب كامله، بس ما تكتريش منها. تبعدي عن الزيوت المهدرجه واكل الشارع والاكل غير الصحي والسكريات والحلويات الاوفر، عايزك تاكلي المفيد. في الوقت ده انا عارف ان انت ممكن يبدا عندك احساس الميل للقيء شويه وان انت عايزه ترجعي، فعايزك لما تيجي تاكلي ما تاكليش كميات كبيره، عايزك تتلقمي زي العيال الصغيره، يعني انت عايزك تحطي الطبق بتاعك كده وانت رايحه كده معديه على المطبخ تاكلي لقمه، وانت راجعه تاكلي لقمه، ومش لقمه بمعنى عيش، عايزك تاكلي اكل مفيد. المهم ان انت تخلصي وجبتك والطبق بتاعك المتكامل خلال اليوم بتاعك، ما تنسيش الميه. رقم 2، متابعه الحمل مهمه جدا جدا جدا، وانا عارف ان الظروف الماديه دلوقتي على مستوى العالم كله بقت مش مساعده ان الناس يتابعوا الحمل، وفي ناس كتير ما بقاش افوردبل بالنسبه لهم متابعه الحمل، عشان كده احنا ممكن نستعين باماكن كتير قوي زي الوحدات الصحيه. عندنا مثال لوحدات صحيه كتير في مصر بتقدم خدمه متابعه الحمل على اعلى مستوى، فياريت نتابع الحمل. حتى لو وحده صحيه مستشفى حكومه هيبقى متابعه الحمل مجانيه، يعني بجنيه تقريبا على ما اتذكر، او بمبلغ زهيد جدا، مش عايزك تستخسري المبلغ ده لانه مهم جدا عشان صحتك وصحه طفلك. وعايز اقول لك ان المتابعه ده ممكن تقيكي من مشاكل كتير قوي انت ممكن ما تاخديش بالك منها، زي تسمم الحمل والمشيمه الملتصقه وحاجات تانية كتير بتبقى محتاجه اعدادات خاصه ومتابعه خاصه عشان خاطر تحميكي وتحمي حياتك وحياة طفلك. فارجوكي ما تبخليش على نفسك بالفوائد دي. النقطه الثالثه، انا عارف ان نفسيتك مش احسن حاجه الاسبوع ده، خصوصا ان انت ممكن ما تكونيش عارفه ان انت حامل ومستنيه الحمل، فمش لازم تجيبوا 200,000 اختبار حمل من الصيدليه تجربوهم كلهم والمشاعر دي كلها، لا، انتظري لحد موعد الدوره الشهريه. وعايزك معلش لو انت متضايقه او حاجه اتكلمي، عايزك في المود بتاع يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني، عايزك تكلمي الناس وتشاركيهم عشان خاطر دي حاجه هتخفف عنك كتير. لو ما بتحبيش تكلمي حد طلعي ورقه وقلم واكتبي كل مشاعرك، ده حاجه هتساعدك بشكل كبير ان انت تتغلبي. كمان رساله للازواج والاهل، ارجوكم ادعموها وكونوا جنبها الوقت ده، لان نظرا للتغيرات الهرمونيه الكتير اللي بتحصل لها والضغوط اللي على جسمها ممكن ما تكونش في احسن حاله ليها، فارجوكم استحملوها ودعموها. والاهم من ده كله، اكلوها بس اكل صحي في قيم غذائيه مش كميات. رقم 4، عايزك تبعدي عن الحمامات المغربيه والساونا والحاجات اللي فيها سخونه زايده قوي. دكتور يعني عايزني اخد دش في الساقعه دي من غير السخان؟ انا ما قلتش كده، السخان اكيد هيطلع لك ميه دافيه. لو انت بتستحمي بميه سخنه فاحنا عندنا مشكله ان جلدك اصلا ممكن يتسلخ، ارجوكي الميه الدافيه كفايه. وانا عارف ان في سؤال متكرر يا دكتور بالنسبه للمشروبات السخنه، يا جماعه انتوا بتشربوا مشروبات سخنه ازاي؟ هتتسلخوا يعني؟ مشروبات بتشربوها اكيد دافيه ولا ايه؟ ارتفاع درجه حراره الجسم واستعمال حاجات زي الساونا والحمامات المغربيه اللي هي السخنه قوي دي والحاجات دي كلها ممكن يعرضك لشويه مشاكل احنا فين عنها. انا ما بحبش اقول المشاكل دي عشان انا مش عايز اخوفك، انا عايز اطمنك. النقطه 5، عايزك تهتمي شويه بالخضار والفاكهه، خصوصا الحاجات اللي فيها فيتامين سي زي الجوافه والفراوله، الفلفل الحلو والطماطم، عايز كمان حاجات فيها حديد زي اللحمه المسلوقه المعصور عليها ليمون من غير ما تتاكل بعيش ولا تحبسي بعدها بشاي. والشاي عموما ده نقطه تانية خالص هنتكلم عليها كمان شويه، استنى قبل ما اخش في النقطه اللي بعدها محتاج اكد عليك ان انت تاكلي جبن والبان تكون مبستره وبعدي عن الحاجات الممنوعه، عشان خاطر الحاجات دي فيها كالسيوم هيساعدك بشكل كبير قوي في الوقت ده. واحنا عارفين الرول الايام دي ان احنا نحط التارجت بتاعنا في الثلاجه ونبدا نتلقم زي الاطفال. النقطه السادسه اللي كنت بتكلم عليها بتاعت الشاي بشكل عام بغض النظر ان هو بيقلل امتصاص الحديد شويه، لان الشاي فيه كافيين زيه زي القهوه، زي النسكافيه، زي الكولا، وكمان الشوكولاته والكافيين احنا عارفين ان الليميت بتاعنا 200 مللي جرام يوميا، فحسب المنتجات اللي انت بتاخديها تعرفي ان انت المفروض ما تزيديش في اليوم كله عن 200 مللي جرام. الكافيين الزايد عن اللزوم مش كويس عشان الحمل. النقطه 7، السجاير والكحوليات والمخدرات تبطليها اثناء الحمل، وما تحاوليش تبطليها من نفسك وتعملي نفسك وحش الكون، في مختصين هيساعدوك ان انت تبطليها، والحمل هيبقى فرصه كويسه جدا لان الحاجات دي هتضر البيبي. النقطه 8، عايزك تهتمي بنومك شويه، لو انت عندك ارق في النوم نشوف المشكله فين، لو مشكله في الحموضه نحلها، لو مشكله في التبول المستمر نحله، ايا كان المشكله ايه هي محتاجين نسال الدكتور بتاعنا عشان يسالك شويه اسئله ويحلل معاكي المشاكل اللي ممكن تسبب الارق دي ونحاول نحلها ان شاء الله. في فيديو عن الارق اثناء الحمل وقله النوم ابحثوا عنه هتلاقوه. النقطه 9، لو عندك اي سؤال حابه يكون الاجابه عليه جزء من فيديوهاتنا اللي جايه سيب لنا السؤال ده في الكومنتات. اما بقى عن النقطه 10، فان انت تظبطي الكالندر بتاعت الموبايل بتاعك على الاسبوع الجاي عشان تشوفي فيديو الاسبوع الجاي الاسبوع الرابع ان شاء الله. الفقره الاخيره، فقره الاسئله الشائعه، سين واحد، امتى اقدر اعمل
اعمل اختبار حمل؟ تقدري تعملي اختبار حمل بعد ما يفوت ميعاد الدوره الشهريه، وانصحك ان انت تعملي اختبار واحد في الدم ابرك من تحاليل كتير بتاعه البول اللي انت بتجيبيها، لان التحاليل بتاع الدم ادق شويتين. سين 2، دكتور انا خايفه، طمني. خايفه بقى الحمل ما يكملش، خايفه ما يكونش فيه حمل اصلا، خايفه 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 خايفه. الرد بمنتهى البساطه ووضوح حاجه هتطمنك جدا، الا وهي ان الطبيعي اصلا في الحمل ان الحمل ما يكملش، وان هو ما بيكملش الا برحمه من ربنا سبحانه وتعالى. لو احنا تخيلنا الخطوات الكتير اللي اتكلمنا عليها من اول حيوان منوي بيخرج بالخطوات بتاع تكوين الحيوانات المنويه، والبويضه اللي بتخرج بالخطوات والهرمونات والدقه الشديده اللي بتخرج بيها البويضات، وازاي الاثنين بيتقابلوا مع بعض، وحيوان منوي معين اللي بيخش، وازاي اندماج المواد الوراثيه ده بيحصل بمنتهى الدقه، وبعد كده الخليه اللي بتتكون ازاي بتتكون بمنتهى الدقه وبتمشي في مسار معين، وهي ماشيه في المسار ده بيحصل الانقسام. الحاجات والخطوات الكتير دي كلها لو احنا حسبناها من اول ما احنا قلنا بقى لحد ما الحمل يكمل لحد الاخر خالص، والاعجاز الكبير قوي اللي فيها لو حسبت بنظريه الاحتمالات كام في الميه ممكن يحصل الخطوه الصحيحه اللي المفروض تحصل، وكام في الميه ممكن ما تحصلش الخطوه دي، هنلاقي ان احتمال تكوين الجنين بالصوره السليمه 100% اللي احنا بنشوفها دي سبحان الله نادره جدا، نسبه بسيطه جدا الحمل يكتمل. فالحمل بيبدا وبيكتمل برحمه من ربنا سبحانه وتعالى، مش باجتهاد مننا خالص. فندعي ربنا سبحانه وتعالى ان الرحمه دي تشملنا وتطمنا، وعايزك تفتكري ان زي ما الحمل بيكمل برحمه ربنا المفروض تطمني وتوجهي الطاقه بتاعتك كلها بدل ما توجهيها للقلق، وجهيها الحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمه بتاعته، وان احنا ندعي ان الحمل يكمل بخير. الحمل هو معجزه بتتكرر قدامنا كل يوم، بس احنا ألفنا المعجزات فبنعتبره حاجه عاديه. عشان كده في الحمل اسبوع باسبوع ده وانت ماشيه معانا هتشوفي التكوين والتفاصيل كتير. احنا بنقولش على فكره كل التفاصيل، في تفاصيل اكتر من كده بكتير، احنا بنقول قشور، في حاجات كتير قوي احنا لسه العلم ما توصلهاش. فدايما وانت بتشوفي المعجزه دي احمدي ربنا سبحانه وتعالى، واعرفي ان المعجزات لسه موجوده بس احنا ألفنا المعجزات. لا تنسوا الوالد من صالح دعاءكم بالرحمه والمغفره والجنه، وعايزك زي كل اسبوع تسيبي رساله للبيبي في الكومنتات عشان بعد كده هتبقى ذكرى كويسه ليه او ليها ان شاء الله، عشان يعرف كان احساسك ايه وقتها وايه الرساله اللي انت سبتها له، وهيبقى حاجه جميله جدا. بشكل عام الناس لما تقرا الكومنتات يعني هيتحرك جواها مشاعر كتير حب وسعاده، وعايز يا جماعه اتكلموا في المشاعر الايجابيه، الله يكرمكم بلاش سلبيات.